سيليبي اصحى يا سيليبي. سيليبي انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. بعد ده جسمه مكسر جامد قوي. انا قولي يا سيليب. ايوه انا ما عملتش الاوضه لسه. فداك يا سيليب. كان شويه فداك يا سيليب. انا قولي هو اهدي. ايه اهدي يا سيليب. انا ده الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هرس من الموروث. ايوه ماشي. بقول لك ايه؟ انا هقوم اخد حمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شو ايه؟ ريقك. وانا حطر والله هعمل جريمه تيتل. ما عندهاش الاوضه بس اطلعها كنز شويه فانا مش واخد على كده. ماشي. انا ان كان علي اجيب لك شويه فاكهه يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجه. بوز او بانجه؟ ايه؟ يا بنت المطعم انت عارفه انت عسل غير ما عشان ده. يلا قوم وانا احضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه بقول لك ايه؟ ايه يا سيدي؟ لا تكذب يا بنت. انت ما تكذبش معايا يا سيدي. لا انت انت ما تكذبش معايا يا سيدي. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. اقعد اقعد هنا اقعد ازوق برجلي. ازوق؟ اسحب ولا ازوق؟ ده ازوق ولا ازوق برجلي؟ ايوه ازوق ازوق يا بنت. ايوه بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات حيلة تيها تيها يولاد الحلال. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جمع بدوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة دوخي دوخي جمع بدوخة واللي يلاقيها يلاقيها يطلب لها بالحال. ويا ابوس بيك. عندك ايه يا سليم؟ الدواء الجبنه دي شفت انت الهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفه يا سليب. هاتلي التسكته من على البلاصه. تسكتي؟ يلا. ايوه يا ده هاتي التسكته يا بنت. هاتي يا سليب يا اختي عليكم على جمال. ايوه كده؟ ايوه مظبوطه في النص. ها ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليب. دي عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بنت جوه. قوم يلا جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده. عايز ايه يا عم عدوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت مهاليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. يا عم ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي، قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودانك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه. انا كده وش صريح يعني.
طب يا سليم دي خد البيضه وقول له ان انا جاي في ديلك. ما تتاخرش والنبي يا سليم. لا والله انت هتبص في ديلك هتلاقيني على طول. ما تجيبليش التحذير يا سليم. عيل يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيب لك تحذير تاني. يلا روح انت انا جاي. خلاص يا سليم اكيد فوتك بعافيه. ما عاد في سخراره. مع السلامه. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. جرد توحى اخرج يا سليبي. تعال يا بنت تعال. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتسلط عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ ايوه بتاخذني. ايوه لا مش عارف. ده كان عايزني كده وانا بعدين ابقى اروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يودع. ليه؟ مش انت يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجه. يا سليب احنا في الصباحين. ايوه يا بنتي. شفت امبارح كانت عامله ازاي الليله؟ شفت النطه اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمره الثانيه. طب يلا روح له بسرعه. هو تاكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذننا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. أمال إيه؟ نفهم في الأصول. بلك أنت العبد دي بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. هي اللحمة الحبرة أنا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافلة كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم باله كلابي. لا بلوش. كلابك بلوش حاجة خالص. أنا هروح له بقى ها؟ يلا روح. وأنت جهزي نفسك. هدعيلك. اعملي أكاوي. وكوارع. هتلاقيني نازل من لمة. ده انت هتتعطلي. يا سليبي. يلا قوم. روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سليب. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليبي وترجع لي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليب. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا يلا يا جدع عمدة انت عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان الليمب اتقلب من زودياك في الطياره ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. اه يا منافق انت منافق انت بمنخرين انت. ما تخلص يا قال احنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص ما ترمي من الطلقة يا والي. الله مش هطلع انا يا جدعان يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا انت بوعك ده في شر مين ده ولا في انهي فلة بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لا مؤاخذة دراعك بس يا جنب المأمور لا اكون مفرغ الفرفل ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمدة. لا يا رب كل حاجة توقف عنك وما تشتغلش. طلع ربنا يتقبل يا اخويا ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني ايوه انت ايه ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولد. قول ايه؟ زوجاتي فتحية بنت حسان طالق مني. ربنا يتقبل لك يا عم الحاج. يلا 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 حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عودة. خد من الحق ربنا يكبر وش مكانه وانصر ابويا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.
يجازي اشتريك يا بنتي يا قدر. ايه ماني لازم اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعيتك. تحصلي بيه عشب ابليس في الجنه. اخصى عليكي. ما تحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكوا كده على نار. بقول لك يا بنتي يا فتحيه، ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتي. لا يا اختي بقطع بيت شجر. ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي، هكلبه لك. بس على شرط يكون شبهه، كلامه سكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط، حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. العواطف بتاعي رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص، يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليلي، انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سليب. انت طلعني منك يا حبيبي. طلعتني؟ ايوه انت هتتهدي بالسلاح. يا لهوي عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنواري. يا لهوي يا بشبتك يا فتحيه، يا فضحتك يا بنتي يا فتحيه. والله انا وافقت بس كده، يعني من استنى بس وافقت عشان هو عشان افكر بعد كده هعمل ايه. انما انا مش عايزكم والمصعب ده هيسكت بقى، انا هوقع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعها وسد وسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهرني وش يا حمزه ووريني شكلك عامل ازاي. يا ولد تعالى انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بمدح على بتاع العيد. ايه؟ لا غور يلا. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي لحدامك بالطوب. يلا يا مجنون غور يلا يا مجنون. ايه يا قمر؟ ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي، ها؟ وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك. ليلتي يا عروسه. يا ناس أمر أمر البنت دي وزه وزه. ايه يا عمدة دي بطة؟ انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسة في البقرة في الغربة ورايا يا حمار. وكأن القيامة هتقوم يا رجالة، يطلقكم مراتك بالقوة. هقعد اطرد واسمعوني. انا ايه عند الحاجة وانت كنت شوية مقضيها لي الغاز اللي بتطلوه ده وحلقوه ده. انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار، خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد، انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. ابو هنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده. والله العظيم هفرقكوا على العمده ده، هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرنطه كده في قلب الارض. هتشوفوا. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف اللمبي هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زياده وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجنا وحسن ابو خد كبير بنيجي نطربعها بقى عليها هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحل اللي عشان خاطر اروح فيه للسيدة زياد؟ يا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعة. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجة تطخوا عيارين تجيب عجله. لا
احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ ايوه. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي؟ اعلانات؟ امال ايه؟